اكيد كان عندي شغف للاعلام وهذا الشيء بلشت احس فيه واشعر فيه اكثر تقريبا بعمر ال 11 و 12 سنه لما صرت لقي اني انا كثير بهتم باني احضر برامج حواريه. الطفل عنده طموحات كثيره ما يعرف اي توجه هو ياخذ مسار، ولكن تتبلور هذه الطموحات لما يوصل مرحله جامعيه وكذا، فالشغف هو موجود وكنا نمارسه في الاذاعه المدرسيه، كنا نمارسه في عده اماكن. انا من الصف الثاني كنت اعشق شيء اسمه مكتبه المدرسه، يمكن اني كان جسمي صغير والشباب شوي اكبر حجما فكنت اتجنبهم فاروح الملاذ الوحيد والمكتبه. من الصف الثالث بدات الكتابه، كنت اراسل مجله ماجد. بدأ شغفي للإعلام من سن الثانوية العامة من حب لقراءة الكتب والجرائد. حسيت إن الصحفي بيبقى له دور إعلامي، وبجانب دوره الإعلامي له دور في بناء المجتمع وتوعية الناس وتوعية الشباب، وحسيت إن هو يعني ليس فقط إنه يوصل معلومة لكنه يساهم في بناء المجتمعات. كل طفل بداخله أحلام وطموحات، وبالإرادة وبالعزيمة بيقدر يحقق هاي الأحلام. من منتدى الإعلام العربي جنى جهاد، العين الإخبارية، دبي.